أئمة أهل البيت عليهم السلام الذي عاش حياته لله ليجسد الإسلام في كل مواقفه وأعماله وكلماته، الإمام زين العابدين وسيد الساجدين ووارث علم النبيين الإمام علي بن الحسين عليهم السلام. هو زين العابدين وجده رسول الله صلى الله عليه وآله، وجده أمير المؤمنين علي ولي الله، وجدته فاطمة الزهراء عليها السلام، أبوه الحسين وأمه شهربانو، قد قال له بعض الناس وهو يراه يبكي في دعائه ويخشع في صلاته: لما تبكى؟ إن جدك رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنت من أئمة أهل البيت وأهل الشفاعة والإمامة. فأجاب عليه السلام: خلق الله الجنة لمن أطاعه ولو عبدا حبشيا، وخلق النار لمن عصاه ولو سيدا قريشيا، إني لا أحب أن آخذ برسول الله ما لا أعطي مثله. يعني أن النسب ليس امتيازا بل هو مسؤولية. كان الإمام إذا أراد أن يسافر مع قوم كان لا يسافر إلا مع قوم لا يعرفونه، وكان يشترط أن يخدم القافلة في أثناء السفر. سافر مع قوم ذات يوم ويقوم بما تقوم به أفراد القافلة. جاءت قافلة من اتجاه آخر وفيهم من يعرف منزلة الإمام، ففوجئ أن الإمام يجمع الحطب وهو في أعلى مراتب الهيبة والعزة، فقال: هذا علي بن الحسين. فجاءوا إليه وقالوا: يا ابن رسول الله، لما لم تعرفنا بنفسك حتى نقوم بإكرامك؟ فقال عليه السلام: خفت أن تعتوني برسول الله ما لا أستحق، وإني لا أحب أن آخذ به ما لا أعطي مثله. لم يتكلم الإمام زين العابدين عليه السلام عن القيم الإسلامية فقط في الكلام، بل في العمل، وهو النموذج وقمة أخلاقية وإنسانية. كان جالسا مع بعض أصحابه، وجاء إليه بعض قرابته ممن كان يحسده، فوقف عليه وتكلم كلاما سيئا ضد الإمام، فسكت عليه السلام ولم يرد عليه، وانصرف الرجل إلى بيته. ثم التفت الإمام عليه السلام إلى أصحابه وقال لهم: قوموا بنا إلى فلان لنرد عليه. فساروا مع الإمام عليه السلام وهو يقرأ آية القرآنية: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، حتى وصلوا إلى الباب. هذا علي بن الحسين عليه السلام جاء، فخرج الشاب فقال له الإمام: يا فلان، إنك كنت تقول في كلامك وأحب أن أرد عليك وأقول لك: إن كان ما قلته في، فأسأل الله أن يغفر لي، وإن كان ما قلته ليس في، فأسأل الله أن يغفر لك. فخجل الرجل وقال: يا ابن رسول الله، إنما قلته ليس بحق، وأنا أولى به
وأسأل الله أن يغفر لي، ولكن دعني أقول لك الله يعلم، الله يعلم حيث يجعل رسالته. نعم، هذا أسلوب الإمام زين العابدين عليه السلام الذي يريد أن يجسد القرآن في القول والعمل. وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، وأن تعفوا أقرب للتقوى. وإذا ننظر إلى الصحيفة السجادية كيف يتكلم إمام زين العابدين مع الله سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي أدعوه ولا أدعو غيره، ولو دعوت غيره لم يستجب دعائي، والحمد لله الذي أرجوه ولا أرجو غيره، وإن رجوت غيره لأخلف رجائي. نعم أيها الإخوة الأخوات، عليكم علينا جميعا بقراءة الصحيفة السجادية، هذا الميراث المقدس للإمام زين العابدين، كيف يحمد الله، كيف يصلي على رسول الله، وكيف يبكي ويتكلم أو يدعو عند المشاكل والأمراض، وكيف يتكلم عن الوالدين والأولاد والجيران، وكيف يتذرع إلى الله في أيام شهر رمضان وفي غير شهر رمضان الظروف الدعائية، وكيف يطلب العفو والمغفرة من الله، وكيف يذكر الحياة والموت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا في الدنيا زيارة الإمام زين العابدين واتباع منهجه، وفي الآخرة شفاعته وشفاعة جده رسول الله صلى الله عليه وآله. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله أكرمه بالنبوة وجعله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحافظ سرك فمبلغ رسالاتك، وصل على وسيه وأخيها أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين، وصل على سبتي الرحمة الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن حسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم لا تذل لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا سغما إلا شفيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا رزقا إلا بسطته، ولا خوفا إلا أمنته، ولا سوءا إلا صرفته، ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيته، يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. Last week we continued our Quranic reflection on part of Ziyarat al-Hussein, and we focused on the sentence that says Allahumma ij'al mahyaya mahya Muhammadin wa ali Muhammad wa mamati mamata Muhammadin wa ali Muhammad. And we talk about three levels of hayat and life: al hayat al nabatiyah, the life